اهلا وسهلا عسلام. مرحبا مرحبا بيك وبيك عايشك. منين نقضي ومنين نخرج فيها احنا قاعدتك الحاج العربي زبنيه اكثر. وهذه القهوه تاع الحومه انا نقعد هذوما كبار الحومه. السلام عليكم. سلام سيدي علي. هذاك عم علي. احنا عندنا جو في رمضان بالقهوه ديما الجو العربي نتاعنا القديمه فهمتي ونتلموا مع بعضنا كل ولاد حومه في رمضان هنا يتلموا هو معانا زاد ونعملوا جو نتاع القديم نتاع بيتي. نفضل نخرج بلاكه القهوه نوصلوا لهنا حتى نصحوا. مرحبا بك يا خويا. مرحبا مرحبا. هات هكا جبن وما تغليش في السوم. هكا 58 هاك البلاكه هاك عطانا بالبلاكه وظلوا محلاها. لا تري في تونس و توا احنا وقت القهوه جاء. احنا توا في البط في الحلفاوين احنا جاء مع صاحب الطابع وقهوه سيد عماره هذيك اخذ من المقاهي في تونس وهذاك المسرح. هنا هنا كورنا وهنا لعبنا عدينا الطفوله نتاعنا والجو نتاعنا كتراف الجو محلاه الجو العربي الزمني. ننظم من الاوزان جبال ما تحامل شيء على بيت الاوطان سيدة يا منوبية مولاتي البرهان بركاتك موشي شوية زيارك هم جو بالقلب الصافي والنية ماما طلب الرحمن بركاتك يا للبية هيا هماني ولايدك